الترجي التونسي وبيترو أتلتيكو الأنغولي سنة 2018 على ما أعتقد في نصف النهائي في الإياب. الترجي التونسي كان يعني منهزم بهدفين مقابل هدف على ما أعتقد في الذهاب في أنغولا. في الإياب كان على الترجي التونسي لازم يفوز بفارق هدفين باش يتأهل. الترجي أو النادي الأنغولي سجل هدف صريح وصحيح وواضح وجلي، الحكم ساكوزي هذا الزامبي رفضه وألغاه. نعم الآن كذلك الترجي التونسي يحصل على ضربة جزاء وغير واضحة، بل ضربة جزاء واضح جدا أنها ليست ضربة جزاء وغير قانونية تماما، الحكم احتسبها. إذن خطأين كبيرين جدا مؤثران على النتيجة مباشرة. والأهلي المصري لعب مع الترجي التونسي في النهائي وخسر أمام الترجي التونسي. الأهلي المصري جاب أدلة، جاب أدلة على أن الحكم مرتشي، والحكم الزامبي هذا ساكويزي اللي دار نصف النهائي في تونس جاب أدلة بأنه تلقى رشوة. أدلة صحيحة مش صحيحة، لكن كما الجزائر الآن احنا رانا نقول عندنا أدلة بتاع رشوة، نفس الشيء كانوا يقولوا كاين أدلة تاع رشوة. الأدلة هذيك قدمت للاتحاد الإفريقي. لما قدمت للاتحاد الإفريقي واش داروا؟ هل أبقى الحكم يحكم ساكويزي هذا؟ لا أبدا، تم توقيفه. تبعوني مليح، سمعوا مليح يا جماعة بودنيكم، سمعوا مليح بودنيكم جيدا واش راني نقول، ومن بعد حكموا بعقولكم مش بالقلوب وبالعاطفة، حكموا بعقولكم وقيسوها على ما يحدث مع الجزائر، قيسوها على ما يحدث معنا باش مشي الناس تجي تستخفلكم وتستغباكم. راكم كبار وعندكم عقولة وراكم قارين الحمد لله، ومتأكد باللي عندكم مستوى وتقدروا تفرقوا بين الحق والباطل. أنا نتكلم لكم على حادثة حصلت في الواقع. إذا مباراة هذه تعتقد الأهلي لما حطوا أدلة، أول شيء واللي منها الشاهد لما تم وضع الأدلة تاع الرشوة تاع ساكويزي لدى الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الإفريقي مباشرة يوقف الحكم ساكويزي مؤقتا لتسعين يوما وهو ما تنص عليه القوانين. وقفوه تسعين يوم حتى يتم إجراء يعني يعني كما نقول التحقيقات. الآن لو نجي نقيسها على الجزائر، الآن قسمة لم يوقف. أنا حسب رأيي علميا يعني واقعيا ومنطقيا وبعيدا عن الشعوذة والشوفانية والشعبوية والغوغائية، القانون الصريح الواضح الجلي اللي يحب يفهمه يقول أنه لما الهيئة سواء الفيفا أو الاتحاد الإفريقي يتلقى شكوى ودعوة يعني ضد الحكم بتلقي رشوة أو في قضية فساد ويتم قبول الملف. الآن لازم هنا نعرف شيء مهم جدا، الملف في كل القضايا لما تروح تدير طعن أو تدير شكوى، الملف يتم قبوله على شيئين. أولا يتم قبول الشكل، يتم أول شيء يتم قبول الشكل، يعني هذا يعني الطعن تاعك رو فيه أدلة، مادام رو فيه أدلة نقبله، هنا يسموه قبول الطعن ولا الشكوى شكلا. وأنا على حسب ما فهمت حسب الناس اللي راهي تهدر والناس اللي راهم يقول لك عندنا معلومات باللي تعاد المباراه، وعندنا يعني معلومات من داخل فيفا انه هناك تطورات جيده جدا، هذا يعني انه الملف مقبول لدى الفيفا، اي انه الملف مقبول شكلا. يعني الان نعطيكم مثلا باش تفهموا هذه معنى شكلا. هذا الان واحد قلقني ولا واحد حبيت نشريها له، نروح ندير شكوى نحط عليه بانه هذا السيد دار رشوه، هل يروحوا يقبضوا عليه؟ هل يقبلوا لي الدعوه تاعي؟ ما يقبلوهاش الا اذا لقوا فيها ادله ويقاو في أنه الملف كامل، يعني الملف يكون كامل. يا سيدي نروحوا خلونا من الشكوى، واحد يروح يحط ملف تعامل ولا ملف تحسكن، يعني هل أنت لما تروح تحط الملف في المكتب الفلاني هل لما يقبل لك الملف تاعك معني أنه ديت سكنة ولا ديت عمل؟ لا، يعني أنك راح تدخل في يعني أولا يقوموا بدراسة الملف تاعك ويقوموا كذلك الآن بالدخول في القرعة ولا الدخول في المسابقة ولا أي شيء، وبعدها باش يشوفوا إذا تدخل تعمل ولا تدي سكن. الآن لما يشد الملف تاعك في المكتب يشد لك الملف تاعك، هذا يقول لك راني قبلت لك الملف شكلا. أو إذا كان خاصك دوسي، خاصك ورقة، خاصك نكوة، خاصك إكسريدنيسونس، خاصك كاس جوديسيار، يقول لك لا لا أخروح كمل الملف تاعك وجيبولي. يعني هنا الملف رفض شكلا. أما إذا شد عليك الملف هنا نقوله الملف مقبول شكلا، هذا هو نقوله الملف مقبول شكلا. يعني لما الجزائر الدوسي تحرر في الفيفا يعني أنه قبل شكلا، لما يقبل شكلا الحكم يوقف مباشرة. قانون مش هنا اللي نقول فيه، قانون لما تقبل الشكوى شكلا ولا يقبل الطعن شكلا الحكم يوقف مباشرة.
إذا كان فيه اتهام بالفساد أو الرشوة. واحد. اثنين، إذا الآن الحكم الملف تاعكم يا إما قبل أو تعنى، باش ما تقولوش الملف تاعنا، إذا قبل شكلا صح كما رام يقولوا، والفيفا قبلته وراه في الفيفا ورام يدرسوا فيه كما رام يقولوا، إذا صح الملف تاعنا رام يدرسوا فيه كما رام يقولوا وقاسامة راه يحكم، هذا يعني أن الملف لا يوجد فيه ولا نقطة تتهم قاسامة بالفساد أو الرشوة، مستحيل مستحيل، وأتحداكم الواقع والقانون، مستحيل أنه الملف الجزائري مقبول وقاسامة يحكم وفيه ولو شرة ولو تنبيه ولو غمزة باللي قاسامة دار رشوة، لا توجد. إذن أنا أقتنع تماما بما قاله الاتحاد الجزائري أن الملف الآن راه في طور الدراسة، هذا ما يعني أن الملف الجزائري ما فيه ولا كلمة ولا كلمة تدين الحكم بالرشوة، ولا كلمة تدين الحكم بالرشوة. الشاهد ساكويزي هذا في مباراة الأهلي أو في مباراة الترجي والنادي الأنغولي، لما الأهلي المصري حط الشكوى واش داروا؟ رغم أنه الشكوى حطوا الأهلي المصري، ماهوش الفريق الأنغولي، الأهلي المصري لما حط الشكوى واش داروا؟ حبسوا الحكم مؤقتا، وقفوه لأنه راه كاين دعوة ضده بالفساد، يوقفوه حتى تمشي التحقيقات ومن بعد يشوفوا إذا يحبسوه نهائيا ولا يعني يعاودوا يرجعوه. لما اكتملت التحقيقات وجدوا أن الأدلة اللي حطها الأهلي المصري ضعيفة وليست حقيقية ولم يستطيعوا التأكد منها. الأدلة يعني لما وصلوا قالوا أنه الأدلة هذا ضعيفة، هنا نقولوا بأنه الملف تم رفضه مضمونا أو تم رفض مضمون الملف، يعني الملف قبلوا له الشكل تاعو، وقفوا الحكم الزامبي، بعدها لما درسوا وحقوا وجدوا أن المضمون غير كافي، المضمون ضعيف، الأدلة ضعيفة، واش داروا؟ رفعوا التهمة على الحكم والحكم رجع يحكم، وراه الآن يحكم في إفريقيا ويحكم في، والدليل هو اللي حكم مباراة مصر وتونس ومالي اللي رقد وقال لهم رقدت ولا مع البلاش ضربات الشمس ولا مع البلاش. الدليل نعطيكم الآن الدليل، الآن إذا تقولوا لي يعني ما اللي ما يكذبنيش يعني أو اللي يكذبني، نعطيكم الآن من الموقع العربي والرابط تاع تلقاوه أعزائي المشاهدين في الفيديو اللي درته اليوم صباحا، نعطيكم الآن. نعم هاويني نقرأ لكم الخبر هاو الآن أمامكم رغم أني قريتكم في الفيديو العربي. عادت آمال بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لتراود الملايين من جماهير الأهلي المصري بعد تصاعد احتمالات سحب اللقب من الترجي الرياضي التونسي على خلفية قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تحت دعاوي التحيز واتهامات الفساد بإيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي. يعني دعاوي التحيز والاتهامات، يعني اتهامات واش داروا؟ وقفوا الحكم الذي أدار مباراة الإياب في الدور نصف النهائي بين الترجي وبريميرو دي أغوستو. أنا قلت بيترو أتليتيك ولا هو بريميرو دي أغوستو الأنغولي. إذ حصل الفريق التونسي على اللقب بالفوز على الأهلي المصري 4-3 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، وتنص لوائح الكاف على إعادة المباراة في حالة إثبات تلقي الحكم الذي أدار مسابقات دولية مثل مباراتين بكأس العالم للأندية ومثلهما بكأس العالم الأخير في روسيا والمواجهة النهائية بين مصر والكاميرون بأمم إفريقيا الأخيرة لرشاوي ولمنح لمنح بطل تونس بطاقة التأهل للدور النهائي حيث يخضع للتحقيق. نعاود ندير لكم باش تقراو معايا، حيث يخضع للتحقيق وين رانا هنايا بلجنة الانضباط. وكان الترجي خسر ذهابا في أنغولا بهدف دون رد وفاز إيابا 4-2 ليتأهل بعد مباراة مثيرة للجدل بسبب أخطاء الحكم الزامبي وأبرزها إلغاء هدف صحيح لصالح الضيوف كان كفيلا بصعودهم للدور النهائي كما احتسب ركلة جزاء غير صحيحة للترجي. يعني أخطاء كبيرة جدا، واش داروا لما حطوا ملف الرشوة؟ وقفوه. إذن نقول بأنه مدام قاسامة مازال يحكم فلا توجد أي قضية فساد أو رشوة لدى الفيفا الآن، نقطة إلى السطر. اللي يحب يأمن يأمن، اللي ما يحبش يأمن يا أخي كل واحد يتحمل مسؤولية عقله. أنا من أمن ما نخالفش الواقع والمنطق ونروح نأمن الناس اللي راهي تهضر وخلاص. أنا نعطيك واقع ومنطق، أنا يقولها لكم يا جماعة، ادوها قاعدة عامة، ادوها قاعدة عامة، مادام قاسامة راه يحكم الفيفا ما عندها حتى دليل ولا ما عندها حتى شكوى ولا ما عندها حتى قضية ضد الحكم قاسامة بالرشوة، مكاش، لا توجد أبدا. ونتحداكم الفيفا الآن ما عندها حتى ملف يدين قاسامة بالرشوة. نعم الملف الجزائري الآن
يدين الأخطاء التحكيمية، وقلت بأن الأخطاء التحكيمية يا جماعة ما يعيدش المباراة. ورا نعطيكم الآن الدليل، المباراة هذا الحكم ساكوزي هذا واش دار؟ نحى بيت باين واضح صريح لفريق الأنغولي، وعطى ضربة جزاء خيالية، عطى ضربة جزاء خيالية للترجي، ورغم ذلك ما عاودوش المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية. الحكم وقفوه على جل قضية الفساد، لما لقاو بلي ما كاش أدلة تاع الفساد المباراة لم تعاد. واش راكم حابين دليل أكثر من هذا يرحم باباكم؟ واش راكم حابين دليل أكثر من هذا؟ نقراو التعليقات.